جهاز الأمن العام في إسرائيل اعتقال عدد من الفلسطينيين بينهم أحد سكان مخيم شعفاط للاشتباه بتخطيطهم لقتل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس بلدية القدس نير بركات. وقال بيان للجهاز إن ناشطا سوريا كان يدير الخلية الفلسطينية. كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك عن خلية كانت تخطط لتصفية رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس بلدية القدس نير بركات. نحن نقدر نشاطكم المهم الذي يسمح لنا جميعا الحفاظ على روتين يومنا، وليس فقط الحفاظ على روتين يومنا بل أن نكون آمنين من الموت في كثير من الأحيان. أنتم تنقذون الناس. أحبط الشباك البنية التحتية للخلية التي كان يديرها ناشط سوري بعد أن اعتقل ثلاثة يشتبه بهم ينتمون إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ووفق بيان الشباك اعتزمت الخلية استدعاء أحد عناصرها من الأردن لتنفيذ الهجمات. وكشف النقاب أيضا عن أن الخلية خططت لهجمات ضد المباني التابعة للقنصلية الأمريكية وضد وفد كندي يقيم في القدس من أجل تدريب قوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. أحد المعتقلين سجين أمني سابق من مخيم شعفاط للاجئين شرقي القدس، يحمل بطاقة هوية إسرائيلية، بدأ يجمع معلومات استخبارية حول الأهداف التي كانت الخلية تخطط لتنفيذ هجمات ضدها بناء على تعليمات الناشط السوري. قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن الشرطة أوقفت 12 فلسطينيا في باحات الحرم القدسي، وذلك خلال الموعد المحدد لاقتحامات اليهود المتشددين. ويشهد الحرم تدفقا كبيرا للمصلين خلال أيام شهر رمضان خاصة العشرة الأواخر.